أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والعافية والغنى. اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ربنا علمنا كما علمت آدم وإبراهيم، وفهمنا كما فهمت سليمان. ربي أعن ويسر وبارك فيه ولا تعسر، آمين. أما بعد، بيرمتي خوي تبارك وتعالى أجينا درسي صدو شج لتدريس كتابي الفقه المنهجي لسر كتاب الزكاة جلدي أول لفريس صدو بستو شج. أفرمي لموضوع كاك شروط استحقاق الزكاة ومن لا تدفع إليهم. شرتكاني بحث كردو أو كساني وزكاة يعني في نادر يئيسا قيش وينك. أفرمي يكتل شرتكاني مستحقون زكاة وساء لا يكون أن يكون غير هاشمي ولا مطلبي، نهاشمي بي ونمطلبي. لرا منظوري چي هاشمي يا مطلبي؟ يعني لأهل بيتي پیغمبر إخوان بي عليه الصلاة والسلام. وكو اتفاق زانياني لسركة زكاة بو أهل بيتي پیغمبر عليه الصلاة والسلام جائزني. فرمي من ثبت نسبه إلى بني هاشم أو بني مطلب. بني هاشم وبني مطلب، مطلب كات ماموي أو عبد المطلبي كمشهورك أكات باباي بيغمبر عليه الصلاة والسلام. هاشم أكات بابي عبد المطلب. الله من الرجاك بابي عمري خوايكا ماموي كمطلبة امتيريتو كناوي شيبة أبي إذن للرجاء وقتا تيتو برو مكة أي بينن إحساسك أنا من عبدك عبدي أو بيجن عبد المطلب لأصلا ناوي شيبس. بس لبني هاشم وبني عبد المطلب من ثبت نسبه إلى بني هاشم إيسا وسيمام الشافعي بيجن شي الإمام المطلبي، يعني لجديا أقايته بيغمبر عليه الصلاة والسلام الشافعي رحمة خالبه إلى بني هاشم أو بني المطلبي فلا يعطى من الزكاة. هركز نسبي لما نبي زكاة بنادري، لقوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصدقات، هو اشتباهي تشابية إن هذه الصدقات، چونك الصدقات لبي عطف بيان أبو هذه هذه إشك واضحة اسم إنس. بس إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآل محمد. أفرمي أم صدقاتنا كعبارة للزكاة إنما هي أوساخ الناس، أما تشلكي خلقية وكو أزاني موشي تشلكي خلقية. شون خواهي قولي ما قلنا أفرمي خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، يعني بمعنى باكو بن وكو بيجي ناپاكي كاني أنا كبم خيرا بمينانا چي باكو بن. وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، وأم صدقاتنا حلال نيبو محمد صلى الله عليه وسلم ولا آل محمد. بنابراین تبقي أم فرمائش عظيمة كبيغمبر أكرم عليه الصلاة والسلام فرميتي وهروا اتفاقي زناني شي لسره. أم زكاة بو أهل بيتي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام حرامة، وإجماع شي لسره حتى بو خدي بيغمبر عليه الصلاة والسلام حتى صدقي تريج غير زكاة، يعني هيك زكاة صدقي تر بو خدي بيغمبر عليه الصلاة والسلام حرام. يعني مثلا كابرا خيره كي غير زكاة ببيداد بسي بيغمبر عليه الصلاة والسلام بو خوي دروزنية بو أهل بيت بو بني هاشم وبني عبد المطلب أكره خيراتي تر غير زكاة، ولي زكاة مو حرام. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ الحسين بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ ليطرحها، ثم قال أما شعرت أننا لا نأكل الصدقة؟ أفرمي حضرتي حسن رضو رحمتي خالي خوي لبابي بي كمناليك بو وكو كخ كخك كبيغمبر بي فرمو دياري مناليك زور بچكالانا بو شي خرمايك يوشك لخرماي صدقك زكاة هلا قريتو إخاة دمي في فيه
پیغمبر علیه السلام کو چون به منالجی کخ کخ فرمیتی کخ کخ دری بیرو دری به هاور دوستون لزوان دمی لیتره فری داغو اسم قاله مگه نازنی رولگیان اما لا ناکل الصدقه صدقات یعنی زکات و محرامه والمراد بآل محمد صلى الله عليه وسلم بنو هاشم وبنو المطلب جاءت ما شيء عن حديث فرما يشبك ك لرا يقدان خرما وخدي پیغمبر عليه الصلاه والسلام من على كم ناله نازاني بلان پیغمبر عليه الصلاه والسلام حتى اجاز نادا تشتي كوا حرام برو قرقي او مناله دا اما مهمه بهرحال لباري امك الصدقات بيان حرام عزم كاتفاقي لسر ابن عبد البر افرمي لا خلاف في عدم حل الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم هيج اختلاف كنية صدقة بتواويش وزكاني بو پیغمبر عليه الصلاة والسلام حرامة اصلا يكلا شتانيك الاكتبك قبل كان بحث كرابو وترابو پیغمبر عليه الصلاة والسلام صدقة نافذيري صدقة بو حرامة وهر وها لأويك اتفاق زناني لسرع الموضوع لكتبي الموسوعة الفقهية الكويتية جلدي بسوشش لابريس سدو سيوياق فرمي اتفق الفقهاء على عدم جواز صدقة الفريضة على آل محمد صلى الله عليه وسلم زكاة بو آلي بيت حرام زكاة أما الصدقة التطوع فالجمهور على جوازها عليهم أما صدقة التطوع أهل بيت توان بيقر مثلا بوشي كاوراجم بي السيدة أما تأو السيدة زكاة في تعلق ناقري الله توان صدقاتي تربقري بليه بل حكي الإجماع على حل صدقة التطوع لهم والوقف والوصية والنذر المخصصين للفقراء قيناك غير زكاة ما بقيش تكان شي بيان جائزة لأنهم إنما منعوا الزكاة لأنها تطهير لأموال الأغنياء ونفوسهم وصدقة التطوع والنذر والوصية والوقف ليس كذلك أما هم لكتيبي ليست كذلك لكتيبي توزيع الأحكام جلدي سيلا بريتش وارسدو سي موسوعة الفقهية الكويتية جلدي بسوششلا بريتش وارسدو سيويك همچنين ابن حزم رحمتي خواهي لبي لمراتب الإجماع أفرمي واتفقوا أن الصدقة التي هي الزكاة لا تحل لبني العباس ولا لبني آل أبي طالب نسائهم ورجالهم وإن كانوا من ذوي السهام حتى فقير بن جزئي أو كسان بن قرآن بحثي كردون فقير يا مسكين يا چي وچي وچي بن أفرمي صدق زكاة بويان دروزني وبيا نادري واتفقوا أن الهبة والعطية حلال لبني هاشم وبني المطلب وموالهم بلهم هبة وعطية وشتيك يعني في دروزك يسمى مسألة كيمن لدوري قمان أفراد من في جن سيدة آتوا فقيري شهاية زكاة في بيانة يعني غير أمان لقريش قينا كاتر بيان بي مشكلة كينية فقط أمان مشكلة خيسا فرمك مؤلفان يكتب فمن رأي واجتهاد مسألة تتبر ويجر رأيك واجتهادك خويسة مسألة علي رباشة أهلي بيتي بيغمبري أكرم عليه الصلاة والسلام كزكاة زكاة في النادري إيه باشا أقر فقير ومحتاجون لكي درامة ديان كذبي أوصل لخمس خمس إني ذوي القرباء واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ذي القربى لكن أهلي بيت بس إجماع نقل كرياء زكاة ينفي تعلق ناقري خو أقا أمروهات ولا خمس يام بين ندري أهل بيت يعني هل واحد فقير منه آية جائز هز كسر الزكاة يام بيبا إجي والذي نراه في هذه الأيام أن يعطى هؤلاء من الزكاة إن كانوا من أصناف المستحقين أو وائمة أي بينين مؤلفين يام كتباجن أو وائمة أي بينين أو سك أم كسانك لأهل بيت بيان بدري لزكاة أقل صنف مستحق كان زكاة بون وذلك أن في عدم إعطائهم تزيعا لهم أجل زكاة يعني في ندري زايعة بن لبرتي طالما أنهم لا يعطون ما جعله شرع الله تعالى لهم من خمس الغنيمة مقابل منعهم من الزكاة ما دام في النادري عطايا في ناكري أو أيوا شرع إخوائي قورة دايني أبو أوان لخمس غنيمة مقابل منعيا لزكاة ما دام لزكاة منع كرياغا خمس غنيمة لبيني أوان أشي تقسيم به ديهات حاكم ظالم بو نيدا غنيمتك ندابيان قال الله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل بزانا أويك وغنيمة تستان كوتوا بتأكيد خمس بو الله تعالى وبيغمبر عليه الصلاة والسلام وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل جاء
یکی لو شتانه که لکتوبی ملحده کانا بحث کرا و چون اگر دارن جهات ما شاکه غنیمتا که یک پنجمی اوا بو خوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لحالا که او اللوی فرمی فان لله خمسه و للرسول او بخشه که کبو مصالح عامی مسلمان یعنی والد دسی پیغمبر اکرمه علیه السلام هر نوع مصلحت عامی مسلمانان بمصرفی اکا نگوی که مثلا نو بکر بمعنی او که ملحده کانو کانا فزی سلم آیته أفرين وزو القرباء هم بنو هاشم وبنو المطلب أما ننزو القرباء فقد روى البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت بني المطلب وتركتنا جبير بن مطعم يجي من عثمان بن عفان كعثمان لقبيلي بني أمياس ولا بني هاشم نية يا بني مطلب افرمي چون وتما يرسلته ببني المطلب ذات امد رهاكر بيمو ندا ونحن وهم منك بمنزله واحده لحالك هم لقريشين وهم امجوك اوانين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد لم بابدا لم باب لبابي شيا لبابي خمسه كذب القربان بنو هاشم وبنو المطلب يكيك بنو بني اميه لوانني ناوي كبيجي فرق سويك لو بابته بكبيجي وبراي منين ودين دارنين فذا شي حالي بن نسك جاء اجرتو قرائني نسن بلبردستا توشلم فرمايش كبرات واني مفكات شبه لسر ناغاهك شبه لسنا اغا بيجي ها تباشا قوم قمايتي كردوا ديرا هر خز مكاني خوي بو فرميتي او انا استن لحالك بحث بحث يشتي كده بحث وسخ خمسي غنيمات كخوا داين يعجبوا زوي القرباء إذا زوي القرباء كين بنو هاشم بنو المطلب بمنزلة واحدة من حيث القرابة فعثمان من بني عبد شمس وجبير من بني نوفل وهما والمطلب وهاشم أبناء عبد مناف ألو نقتدى بالله وكوتي سؤال يانك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام بمنزليك واحدين لبو جنابت يعني لجهتي فاميلايتي ولبرشي شنك عثمان بن عفان لبني عبد الشمس وجبير بن مطعميج لبني نوفل وأمدوانا يعني عبد الشمس ونوفل هردو هما يعني أودوانا ومطلب هاشم قشت يعني كريق نفر أبناء عبد منافن دي سؤالك مبو وتيان ما دام يميشر يقين فقط فرقي كان زيرا مطلب هاشم براي دايكو باوكين عبد شمس بني عبد شمس نوفل فقط براي باوكي اوانا تشتكلي راب لولا بغمر عليه الصلاة والسلام فرمويتي انما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد يعني حكمهما واحد لرا يعني حكم كان لم جهته يك حكم يعني لراي او حكمتان بنيه طبعا لم كتبا يجي من حيث المنزله في الاسلام لانهم ناصروه صلى الله عليه وسلم جميعا قبل الاسلام وبعده ظاهر امر مثلا توضيح ام لرايدا اشكالك هبيت چونك لرا بحثي هناك پیغمبر عليه الصلاه والسلام منزلان لاسلام الكواب ما باقي شر بني عبد الشمس وبني عبد بني نوفل شر منزلتان هس بلام منظور يوس شيء واحد لرا باعتبار أم حكمك خمسي خمسيان في بدريت بم اعتبار بني عبد الشمس وبني نوفلي شامل نابت إساري أم قصد دروسة يعني أم قصيك فرميانا أقر لخمسي خمسيان في ندريا خمسي خمسي يعني أو يكفنجم آه دروسة لزكاة يعني في تعلق بقري إمام النووي رحمة إخوالي بالمجموعة أفرمي لو منعت بنو هاشم وبنو المطلب حقهم من خمس الخمس هل تحل الزكاة؟ أياق خمس الخمس يام بي ندري زكاة يام بو حلالة فيه الوجهان المذكوران في الكتاب دو وجه تيا ذكر كراو لما سبا أصحهما عند المصنف والأصحاب لا تحل والثاني تحل وبه قال الاستخري قال الرافعي وكان محمد بن يحيى صاحب الغزالي يفتي بهذا ولكن المذهب الأول وموضع الخلاف إذا انقطع حقهم من خمس الخمس لخلو بيت المال من الفيء والغنيمة أو الاستيلاء الظلمة واستبدادهم بهما أفرمي موضع خلافي كي أجا خمس خمس يان في ندرا أجنا خمس خمس يان في ندرا بإجماع إذا نيان زكاتيا أجا في ندريا دو وجهي واتيا لما صبا وجهي قوى سكا إجي صحيح وصو مذهبي في ندري
وجه كتري جي بيان ادري اختياري ابن تيمية رحمتي خوالي لبيو تعيفي لحنابلة ووسك بيان ادري وقولي والله لم مالك يكاني جل امامي مالك نقل كريابت والله عالم امقسى ارحال موزعك امك لك موزعي اجتهاد وكو مؤلف كانو تيان واقريج وكو ابن العسيمين اجباز مكتل معاصرين حنابلة زيجي يجي اگر لحالتك زور زور شديدة بون زور انفري العلماء وتيانا بيان ادري هاتشان او يشرب ترديد وحسية كان مسألة برحال مسألة كي خلافية اما لباري ام مطلبة مطلبي بعدي كآخر مطلبي بابي زكاة بحسية كافرمي زكاة الدين زكاة دين دين يعني چي يعني برحال اصطلاح عامياني خمان قرز نك يعني اشتك وايسا فعلا حالا فرداخ ناكري بأجلك فرداخ تكري خب وجوب الزكاة فيه زكاة دين يعني جي دو حالته يك تو دينك اللي لاي كسي كابي دو خد مديوني كسي بي ام دو صورته چه أسريك يا نسل زكاة مثلا تو على الآن مثلا 5 مليون تمن وهالاي نفريكا اما وضعي چونه تو اشي زكاة بي يعني يا مثلا جني ماريكي كم سرمائي اوش ولا شوكي شوكي مديوني جنكز نيداغ بي اما چونه زكاة اشي با يعني دا يا برعكسي خوي إيسا مثلا 10 مليون تمن قرزاري كسيكة أما شون أفرمي وجوب الزكاة فيه أفرمي الزكاة واجبة تيايا لما سب إمامي الشافعي دا رحمتي خوالي بي أقا كابرا حتى قرزاري جبيت أشي زكاة كبابا ويسا أقين الله هنوز نقيش بينا تلي افره هل من هل من كان له ديون تبلغ نصابا هر کسی قرض هایی کی دین هایی کی ویل لای خلقه دین پول هایی کی سرمایه هایی کی ول لای خلقیا تبلغ نصابا اگه تحدی نصاب وحدها او مع ما عنده اجا یا خوبتن یای گیشت به حدی نصاب یا لگل پول کو سرمایه کی ترک وا حسی لرا وجبت فيها الزکات اذا حال عليه الحول لرا زکاتی تیا فرز بیت اگچی حال عليها الحول حولي بسرهات أنا مثلا كابرا 20 مليون تمن 30 مليون تمن ولا كابرا يكترو صالك يتي بسرهاته بس واجب الزكاة يبدا كما تجب على ما في يده من المال هلوها أقل لدسي خويابي واجب بيت وذلك أميش لبرتشي لأنه مال بلغ نصابا وحال عليه الحول مالك قيشتوت النصاب وحولي شي بملاهاته فوجبت فيه الزكاة زكاة يا فرز بيت يا فرز بو وكونه ليس في يده لا يمنع من وجوبها اما يكن يلد سيا مانع وجوب زكاتك كالتجارة الغائبة والوديعة قيشك كابرايس تجارتك لشوينك تراز يا وديعيك داق لا يكي كتر فإن في كل منهما زكاة وإن كانت ليست في يده لهردواني أن زكاة أقرش يلد سيا نبي وديعيك داق لا يكي بانواني أمانته للا يابي زكاة يس مسألة يكتر إيسا تتبرو مسألة كأمسال ام دينك هاسي للايك سكا ممكن ام كسا الان في ندا يعني مثلا كابري بتوبزاني واقعا نيسي ومحتمال يهز دفان صالي ترميدا يعني اصلا نوع ما يزوي لبداني اما شي اياشي بيداد ياشو اجي باشا متى تخرج زكاة الدين متى تخرج زكاة الدين كي زكاة دين اخراجك يعني ايا ايسا من قرزاني فولم هالا لايك اكا اشي قرج ايسا بيدا ميانا وزع شونه أفرمي ألف دو وزعي سي وزعي هز إذا كان الدين حالا أقا دينك دينك حال بي يعني تي إسا حاليا وقت قيك كابرا پرداختي بكاتو بيدا توبيت وكان الدائن قادرا على أخذه من المدين دائن دين دهندية أو كسي مالاكي داقة تواني بي لمدين يعني همان مديون باس بسي بقري بأن كان المدين مليئا شوني شا أم توانا بشي تشخيص أدري تويجي شون توانا تشخيص بمك من أتوان مفولك إلي بقرم بأن كان المدين مليئا يجد ما يفي به دينه مدين أو كابرايك دينكي ولا لا مليئ بي مليئ يعني شي دارا بي سروتمن بي مالدارك بي مالدار بي يجد ما يفي به دينه أو اندي هبك وفاي دينكي بكاتو دينكي پرداخت كاتو أما ليرات تو أزاني أتواني مالك بقريتو مال داغلای کابری کی ثروتمندو اقراری چی پیکاو هسی چی یی کاک شش مانگیتر پولاکا سالا کیتر پولاکا پیا دمو تو جبینی کابری کی ثروتمندو اقراری لسرکاو پولاکا یسو وک وسله دستا بی فعلا اما حتما شی زکات یبدا
لم حالته وجب على الدائن إخراج زكاته فور وجوبها وإن لم يقبضه إلى واجب لسر دائن جرجي جرج زكاته كيبا فور وجوبها حلو لحزيك وواجب بي أقر شيء نيشي قلتو هل يبوي مثلا كابرا الآن فردا ليكي رمزاني أمسالا كي سمانقو چنكي لسر شوى دو مانقي ليته پروا مالوهي جيغا نسا لوسط رمزانا أمبوليدا بقرز بنفره تا سالی کیتر تا دوس مثلا سالونی می کیتر کاوریج ملیه اقرار چی پی اکاوتو از ازاین لی اسینیتو سالی آینده گی حولی لسرحات اش زکات یبدا با ایسج لدس یانه بیت جاء مک واس اولاتر ک مثلا کاورا مالی کی داګه برهن ل رهنی مالی رهنی خانی رهنی دوکانی هرچی اما اولاتر ک اش زکات یبا علی بوی لأنه في حكم المال الذي تحت يده فهو كالوديعة في يد المدين وكوديعك كابراتو تي أمبولا للايتوا أمانته تصلك سكاتيك يقدر على أخذه والتصرف في توانيه بيقريتو تصرف تيابكات أما حالته با وإن كان الدين حالا أجد دينك دينك تيبه حال به يعني إيسا هاتوته وقت جاي في بداتو وكان الدائن غير قادر على أخذه دائن غير قادر بلسر قرتنكي شون غير قادر لعسر المدين أو إنكاره له ولا بينة للدائن عليه بخاطر يا عسر فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر أكو آية كي سوري بقراء فرمي أجر كابرا ذو عسر بو دسالة دار نبو مهلتی پیبن مجبوری مکن رباب دا بجیده باش ایخم دوا و کمی که تری برواته سر اگه بخاطر او کابرا بینی مخواه نداره ورشکست بوا اوکو کابرا پولی کفری مردمی بردوا یک کارتا ورشکسته بی او کابرا ماتل نیه جاری فعلا پولی که بگری تو یا انکاری اکا کابرا اصلا روژه لروژان پولی دا با کابرا نشاهدی گرتو نکتابتی کردو حیچ والا بینی خوی او انسانو بینی خوی خوی تعالی ولا بينة للدائن عليه دائن يجبينه كني نتشكي هز لدسيا تشك بينس نتشكي هز لدسيا ندو شاهدي هز حج يا شاهدي كي حتى تانية فلا يجب على الدائن إخراج زكاته في الحالي حاليا إخراج زكاته كيف فرزني بمعنى أمني زكاتي إترني أو ماله زكاتي هربي تعلق قريب لأنه غير قادر على أخذه چون توانين يبيري والتصرف فيه وناتواني التصرف فيه تيابكا يكيلا شروطكاني وجوب زكاة وملكيتي تامبو كابلا ملكيتي تامي بيما ملكيتكي تامني ملكيتكي ناقصة فعلا حنازاني أما على مالي أو أويتو يا نابتو وإنما يحسب ويحفظ فترة بقائه في ذمة المديني أو عندي للاي كابراي مدينة هاس حفظ كريتشن مدد بوا مثلا فرزن كابرا ده سال بردويتي إسا دواي ده سال ايداتو لمذهب إمامي شافعي برحمة بي دواي ده سال قرتيو أشي زكاتي ده سال ايبدا إسا نايدا ما تليجني بيقريتو وليشي دواي ده سال بحرحال أويتو قسمتي دواي ده سالك أي تيرد زكاتي أو مدتيك اللي لا يبوه زكاتك بدركا فإذا قبضه زكاه عما مضى عليه من السنين لمذهب ترى كبعضة اللزانان يجنشي قرتي زكاتي سالك ايبدا لبعض تلا مزايبات ويجي هرقرتيا بس حولك تري بيتا ملا جازة كاتبة قولي أحوتو كقولي ما سبي مامي شافعي شهر أمس أو كان صالح سيوكا جازة كاتي أدا لأن زكاته كل سنة لزمته وثبتت في زمته شون زكاة هر صالي زكاة هر صالي لازم بوه بو إنسانه لسري فرزو ثبتت في زمته لسر شاني فرز بوه كما للغائب عنه وكو مالكي غائب لأو مالكي سل لا يعني ما صخوي ولا مشارا ويتر مالك ولا شاركي ترى زكاة فرز لسري فوجب عليه وفاؤها حين قبضه له واجب لسري وفاف كافي يعني زكاة كيف دأ هركاتك وقرتي أما الحالة دوم وكذلك إذا كان الدين مؤجلا هم جني دينك يج مؤجل بيت يعني شي مؤجل بيت دو صالي ترقرار بيداته فإنه لا يجب عليه إخراج الزكاة حتى يحل الأجل إخراج زكاتك لسري فرزنية تاكاتك تي يحل الأجل أجلك بتسر فإذا حل الأجل وقبضه أجلها تسر قبضه قرتي أو لم يقبسه حتى نيتي قرت به
وكان قادرا على قبضه ما دام قادر على سر قبضك أزاني شنو مثلا نرجع دعوة كأزاني أقبل روا في دعوة لي سن نرجع وقت زكاة تجيء زكاة كيف ده زكاه عما مضى من السنين وإن حل الأجل ولم يقبسه وكان غير قادر على قبضه انتظر أجر أجلك يا تبرو هنوزني قرتو قادر يجنبو بيقريتو انتظر وكو ويبان فإذا قبضه زكاه عما مضى من السنين زكاة أدا لويك و تبرو ولا صالكان أما لباريتي لباري أويك تو بول للايكي كترابي يا سرمائي للايكي يسب بحسكا مسا تو قرزدار بي تو مدين بي أما چي أفرمي وجوب الزكاة في إسا نكتة إغليرا آيا جائزة كابرايك مثلا زكاة ولا لا يكيكا يكيكيج إسا مستحق زكاة أو بولا بشكيني بعنوان زكاة حاليون چونه إسا كابرا بولي دا قلاي نفره نفره كيسا نيسي بيداتو يا خوي إسا مستحقة أتواني بجي لباس أو من أو 2 مليون تمنا لا يفلان كسا أو بعنوان زكاة حسيب كم وتلي ناسين مو أي عم دروسة ابن تيمية رحمة إخوائي اللي بلا مجموع الفتاوى جلد بستوبنج لا فريه اشتاو تشوار أفرمي إنه لا يجزئ إسقاط الدين عن زكاة العين بلا نزاع إسقاط دين لزكاة عين جائز ببين نزاع يعني شيء يعني مثلا عين منزولي شيء عين هرشتي كوائسة لدس إنسان كابي للنقود لعروز ودين وصوى ثابتة لزمة يبالام غائبانية لدسيا مثلا عن كابرام سرمايك يز مثلا 200 مليون 8 يز أم 200 مليون 8 واندا زكاة يكيوي لو لا يشو فولك دا قلاي نفر يسن يسي بيداتو يا مستحق زكاة كوتوب بوتا مستحق ايا دروس تبيجي مثلا عيسى اغا زكاته كم 5 مليون 8 من او 2 مليون دامه فلانه كزني سي بيداتو اولي اشكينم سيل بدركم ابن تيميه فلمي دروس نيه اسقاطي دين لزكاتي عين ببين زع ايا جاء مساله كم التفاصيل لسر شي توضيح ابن بوتا المساله ك سكي ابن تيمية كامل أخوين مبوتان ولي لولا وإجي نظري ابن تيمية ويش نظري ابن تيمية خو مسابي شافعي بحثك مسابي خو من بحثك مبوتاني ولي خو بحثي اتفاق نقلك ونقلك سكي إمام ابن تيمية برحمة بأمساء لمجموع الفتاوى جلدي بستوبنج لا بريه اشتاو شوارة فرمي أما إسقاط الدين عن المعسري فلا يجزئ عن زكاة العين بلا نزاع لكن إذا كان له دين على من يستحق الزكاة أجد ديني كبير لسركسي كمستحق زكاته فهل يجوز أن يسقط عنه قدر زكاة ذلك الدين ويكون ذلك زكاة ذلك الدين مثلا كأمسا مترحي يا كابن تيمي آية إما بحسي زكاة دين من يسكرت أشي بيدا وانيا زكاة دين لما سمي ما مشافي بحس مانكر إذا مثلا كأمسا باش عم كابراتو مالي زكاتك حسي وكا 200 مليون بولي حاضري هسو عين يا مسرمائي هسو لولا شا 5 مليون 8 شوال لسي يكيكا خوشي 5 مليون اكي تشيبكا حسيوكا ما دام اگر بتبقي ام تفاصيلان افرمي امام ابن تيمية برحمة بي ناتواني بجي قي زكاة عينكا ما بشكيني ولي اكريبوي باندازي مالك تعلق اقري بدينكو باندازي مالك تعلق اقري بدينكا او اندي بشكيني لسري كابرا علي بوي مثلا لو 5 مليون 8 كوال لايفانيا او اندي زكاته او اندي انكاله سيريجي او اندم بخشي بعنوان زكاتك اجي اما فهذا فيه قولان للعلماء في مذهب احمد وغيره اظهرهما الجواز لمذهب احمد بن حنبل اما يجي جائزه لان الزكاه مبناها على المواساة وهنا قد اخرج من جنس ما يملكه بخلاف ما اذا كان ماله عينا واخرج دينا فإن الذي أخرجه دون الذي يملكه فكان بمنزلة إخراج الخبيث عن الطيب أزاني لبرشي أو كي أول دروزنية شون أولا زكاة تعريفي أمبو إخراجي مالك لبر خاتب رضي أخواك أخوا فرزي كذا بقروي مستحقي خوي ببيع ونفعك ما دي بتبقي حركة لقتو بيجي دي أو 5 مليون كابرا أخوا أن يسيبي داتو بجي قاي زكاة حسيبي أكمتو نفع بخوت قياندوة أما يك دو خواي قراء فرمي ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه
مرن خرا وكي مالكتان بوخشن تو حلوا اصلا تصورنا كيف كويتو دسو اذا يجي والله بعد ما زكاة ايدم نا دروزنية امام النووي رحمتي اخواني بالمجموعة جلدي حفلة بريد ويستو فنجا وفنجا فرمي اذا كان لرجل على معسر دين فاراد ان يجعله اويك ابن تيمي فرمي بلا نزاع يسلم سبي شافعياتيا قصيلة سركي احتمال هذا بلا نزاع كمنزوري مذهبي خويا بحنابلة شن لما سبي مامي شافعي لوجه مذهبا قوله اسكي وتيانا قيناكا أفرمي مامينو إذا كان لرجل على معسر دين فأراد أن يجعله عن زكاته وقال له جعلته عن زكاتي فوجهاني حكاهما صاحب البيان إمامي عمرانيك صاحبي البيان بحثي كدول يعني بيجي 5 مليون كم دا بفانا كسي فقيري سنيسي بيداتو بانو بقرز داما او من بانو زكاة دامي او درم كش وجهي اولها وجهي واتي نقول وجهي مثلا اصحهما لا يجزئه قولي وجهي اصح مثلا دروزني بعنوان زكاة وبه قطع السيمري وهو مذهب ابي حنيفة واحمد لان الزكاة في زمته فلا يبرأ الا باقبازها شو الزكاة وقال الزمية اشي حتما بيدا بكابرا كابراج بيقري بعنوان زكاة بنيتي زكاة وجه ثاني تجزئه وهو مذهب الحسن البصري وعطاء لأنه لو دفعه إليه ثم أخذه منه جاز فكذا إذا لم يقبضه كما لو كانت له عنده دراهم وديعة ودفعها عن الزكاة فإنه يجزئه سواء قبضها أم لا أما إذا دفع الزكاة إليه بشرط أن يردها إليه عن دينه فلا يصح الدفع باهر سورة أقبيجي فاشا من زكاة كيس أدمته بشرط وقرز كم في بيته مثلا يجي القرض مني يجي دبان شخوته فقير يشي 5 مليون زكاة وكوي أو 5 كو في أدم بشرتي تقول جي بيم ديتو بجي قزا إنك أما باتفاق دروزنية ولا تسقط الزكاة بالاتفاق ولا يصح قضاء الدين بذلك بالاتفاق ممن صرح بالمسألة القفال نهاية لمذهبي شام قسهس إمامي أبو جعفر تحاوي رحمتي إخوالي بالكتيب مختصر اختلاف العلماء جلد يقل أبرج وارصد وشلو يكتاج وارصد وشلو دو تقريبا يجي سراغ مية كسي وتبيتي أما دروسة إلا قول يقل حسن بصري وليس ابن سعد وهو قياس قول الشافعي قياس قول الشافعي شافعي نفهم شون إمامي شافعي فرميتي ودائع زكاتي أنا كبي ها وتيتي أن يجعل الديون المأمونة كالودائع نهاية مسألة صحيح وكو ابن تيمية بلا نزاع نقلك وكو وجهي صحيح لمذهبا وكو مذهبي جمهوري زانيانا دروز نية كابرا زكاة مالكي بشكيني بعنواني چي قرزكي بيجيد بعنواني زكاة بامن حسيبي اكا وامامي ابن حجري هيتمي رحمتي اخوالي بلا تحفة المحتاجة چابي همراه لقل حواشي كاني جلدي سيلاف ريش وارسل دو فرمي ولا يجوز جعل دينه على معسر من زكاته إلا إن قبضه منه ثم نواها قبل أو مع الأداء إليه إذا دروزنية أو ديني كوالا سري معصيرا بعنوان زكاة مقر كابراك دينكي أداو بيقريتو دوائيك دوبارا بيباتو بيجي چي أو بعنوان زكاة أدى إدى مفوت أما تقيناكا أو يعطيه من زكاته ثم يردها إليه عن ديني من غير شرط يعني كابرا بيت زكاة در مزكي بيت لزكاتكي بشيك دابو كابرا فقير دوائي كابرا خوي ببيش شرط بيتيرتو بوي شرطی بودن نیبجی پیدا دم وای خوی هاوردی هاوردی واضح حقیان و شروانیش لحاشیه که افرمی ولا یجزئه ایزا علی الصحیحی و قیل قیل یجزئه قیل کس که ما من نووی نقلی کرد ولا مجمع فقهی چا لا فتاوى وتوصيات الندوة الأولى لقضايا أما أفرسن آخر أم سؤال أفرسن فركس يا أفرسي يجب من مثلا بولم داقة كابرا برديسي سفقيرا نيسي بداتو آية من أتوانم زكاة من لسر فرزة أو بعنواني زكاة حسيوكم لفتاوى وتوصيات الندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة في القاهرة لتواردي ربيع الأول يزار تواردي ونوع أفرمي بحثي الإبراء من الدين على مستحق الزكاة واحتساب منها فرمي إسقاط الدائن العاجز
عن استيفاء دينه على المدين المعسري لهذا الدين لا يحتسب من الزكاة ولو كان المدين مستحقا للزكاة. وهذا ما ذهب إليه أكثر الفقهاء أكثر الفقهاء كان نسرة بلان بعض السورة هز مثلا أجر زكاة دهندك كدائني چه زكاة بدأ بمدين خدي مدين بيقريني تو أمقيناك مشكلة كينية يا بشرت أجر بشرت دايبني أم حرامه ودرزني أم بعنوان زكاة حسير ناوي أي أجر كابراي قرز دارو مدين بيجي بكابراي زكاة دار زكاة كات بدأ بمن تامنيش هر لو زكاة قرزك وأدمه زكاة كات بدأ بمن إيجي لو قال المدين للدائن المزكي ادفع الزكاة إلي حتى أقضيك دينك ففعل أجزأه المدفوع عن الزكاة وملكه القابض ولكن لا يلزم المدين القابض دفع ذلك المال إلى الدائن عن دينه إجا قبيج دي باشا ما زكاة كم في ربا منيج لو زكاة قرزك ودمو إجا بعنواني الزكاة داي زكاة حسيبه وي وليس فرزني لسر كابراي مدين حتما لو فولو بيرتو بقرز بيداتو چون أجا الشرطي دانات دروزني ولي أجا خوي هاتو دايو چي قيناكا. ولو قال رب المال للمديني أجر صاحب مال بقرزا لك بيجي اقضي يا فلان وما عليك من الدين على أن أرده عليك عن زكاتي بيجي فلاني بيره تو اگر لشوني كتري شا قرضو كردوا بيره قرضكي من بدرو دينكي من بدرو من خم لزكاة دواي بيد أدم صح القضاء ولا يلزم الدائن رد ذلك المال إلى المدين بالاتفاق دروستا والله بازم ليرايش كابراي دائن لسري لازم ناك حتما بعنوان زكاة بيبا أما لم موضوع أفرمي وجوب الزكاة من مال من مال في مال من عليه دين إذا وجوب زكاة لمال كسكوا دينك لسرة يعني كبرى قرض ضربة مثلا دكاني هس دكانك أندازة 500 مليون تمن جنسي هاتيا ولي لولا أخوي 600 مليون تمن قرضارة قرض كان يجنوع ونوعا مثلا 200 مليون تمني وامك لتيب 40 سالة إيداتو نازل 100 مليون تمني قرضي أمو أو شيء أمثال بيداتو أمت شيء أفرمي وجوب الزكاة في مال من عليه دين بإجماع زانايان وكل كتب البيان في الفقه الشافعي والكتب مغني ابن قدامة واتفق الفقهاء على أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة إذا ثبت في ذمة المدين بعد وجوب الزكاة إجماع زانايان لسرع دين كابريك مديون يا قرز دارم بإجماع أم دينه قرض اصطلاحي عامياني لا يخمان أم دينا مانع وجوب زكاة نابي ما دام دواي وجوب زكاة مديون بوا وقرزار بوا الآن شونا مصاعد الآن مالكي حولي هاتب ملا ونسابي تل أم فرزان حفتي لما بيش واجب بوا مالك زكاتك واجب بوا حفتي كي بيش ويسد قرزار بوا لرا أو قرز مانع أو زكاة نابي بوشي شون كالزكاة قبل از ام دين لسري چي بوا فرز بوا اما اگر دينكيش قبل از وجوبي زكاة كبيج مثلا قبل از حول مديونة ليراش لمذهب امامي شافعي رحمتي خوالي به ام دين برگيري لزكاة ناكا با مديون يجبه اشي زكاة كبدا لمذهب امامي شافعي خو افرمي لمذهب امامي شافعي دين برجلي له زكاة ناكا يعني كابراه كمديون بيت برجلي له زكاة ناكا أما مسألة حنابلة وهرش وهروها مسألة حنفية كان لغير زراعة وسمار يعني لأموالي باطنة لأموالي ظاهرة لأموالي باطنة برجلي أكا للاي مالك يكاني شا لزكاة عينا زكاة عين يعني طلا ونقرو أو إكوا وكوانة برجلي أكا بس سيما ذهبك غير مسبي امام الشافعي تقريبا لسر امن كشي اي كابرا مديون بالبحث فول وطلا نقرا او وعروز تجاره او دينه ما دام قشتي مالكي ان كان لحد نساب بيتر تخوار او خارجي كي زكاتي تماكوي ولا مسبي امام الشافعي زكاتي اكوي حليبي وتوزيع متن كتابك افرمي وجوب الزكاه في مال من عليه دين من ملك نصابا
ملك نصابا من الأموال الزكوية التي مر ذكرها هركسي مالك نصابك بدل أموالك زكويك مر ذكرها ذكر يعني جزرا وحال عليه الحول في ملكه حولي بملها تبو لملكيا وجبت فيه الزكاة زكاة تيا فرز به ولزمه إخراجها على ما مر لازم به تبقي أوي وجزرا زكاة كيبدا وإن كانت عليه ديون تستغرق ما لديه من مال أو تنقصه عن النصاب حد شنديك أو أن دي دين قرضي تهبه كتستغرق ما لديه من مال أصلا قشت مالكي دابني لبرامبري دينك همي تخليفك بربكاتو يا كم يبكاتو تنقصه من النصاب يا أجر قرضك اللي بدرك للنصاب بيت أخواره أما لما سبي ما مشافعي وكذلك الحال بالنسبة لمن ملك عروزا للتجارة هم شنين حالي كسك مالك عروز التجارة سرواسة وبلغت نصابا بعد حول من ملكيتها قيش تبت النصاب بعد زوك حولها تبت سري ملكيتك فإن الدين الذي عليه لا يمنع وجوب الزكاة في المال الذي تحت يديه ما لقول جديد إمام الشافعي رحمة إخواني قولي قديم يروك قولي أو كان ترى من عروض تجارة وغيرها وذلك لأن الدين يتعلق بالذمة دين متعلق بالذمة والزكاة تتعلق بالمال الذي تحت يده وتجب فيه وإذا وجبت الزكاة في المال أصبحت ملكا لمن وجبت له تازتو وقتك على الآن إجي الدين متعلق بالذمة كابرا شرط نحت من لما على بداء أتواني لهر مالك قرار برداختك ولزكاتك متعلقة بخدي أماله وقت فرزبو تبشكي حتماني مستحقين كان يزي ناتواني جي أكاتو لما سبي مامي شافعي حليبوي فلما وإذا وجبت الزكاة في المال أصبحت ملكا لمن وجبت له وهم المستحقون لها وإن بقيت في يد صاحب المال فوجب أداؤها إليهم فزواجب بيانبا حتى نلجير دسي ويشاب منتو ويؤيد هذا ما رواه مالك في الموطأ أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منه الزكاة أم روايته دو دسد دو قرو استدلال يعني بيكر دوه قروه أولى أجن أما الدليل لسر أويك الدين برقيرية كان لزكاة إمام شافعيش وكو بيجي استدلالي بيكاك برعكس دينك برقيرية لزكاة ناكا أوانه كسلجن إمام عثمان فرمي هذا شهر زكاتكم أو مانجي زكاة تانا هركز دينك إلى سرة بعد دينك عتابك حتى تحصل أموالكم تاتم على كانتان جمجور بيته ومشخص بيتي تانهس فتؤدون منه الزكاة الزكاة كيبدا دين وشي واتيك أم فرمود بحثي ماك يعني الدين برقيريك بلام لمذهب يجي فقد نبه رضي الله عنه إمام عثمان أعقاداري داقل السلوي كي نبه الناس حتى يؤدوا ما عليهم من ديون قبل أن يمضي الشهر الذي يحول فيه حول الزكاة إجي فرميتي دينا كانت أنبن قبل زأويكي قبل زأويكي مانجي كوائت ارتبار رو مانجي زكاة وقت زكاة أنتي أو كاتتنات وان بجن دين مانهز أوا فهمي عن كذبو حاليبوي فرميتي برلا وقت زكاة كبير دين جتان بدن أجينا وقت كي جري إتدين برجيريناك، حليبون. وتثبت الزكاة في أموالهم بمضيه بمضيه بجزري أمشاء معنجة زكاة كفر زبي ولا يلتفت إلى ما عليهم من ديون. إتتماشى ناكري شقر زكيا نز يعني يسيان شدين يجلسر يعني. انظر الأمة للشافعي رحمه الله كي وتيتي تلودو إلى تلوسي أشبه جلدي تن نيوتو ليرا. أفرمي له باورقيا. لا مانع من أن نشير هنا إلى أن مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو مذهب حنابليج وقول لمسي مالكية أن من عليه دين لا تجب عليه الزكاة إلا إذا كان يملك ما يزيد عن دينه نصابا أو أكثر هركس دينك لسربيت زكاة لسر فرزني مقر أويك مالكي هسي أو ملككي زياتر بلدينكي اتزيادونك يا اندازي نصاب يا بيشتر لنصاب فإنه يزكي الزائد عن دينه لا غيره وأنت ترى أن الأورع في الدين والأحوط لمصلحة الفقير هو الأخذ بمذهب الشافعي رحمة الله تعالى على الجميع إجي تجابيني أورع أصلح أوسه سكي شافعي بقري رحمة إخوالها مويان بيت مرحل أمل كتبي زكاة
إذا جرك يشتان به مثلاً بو حلي مثلاً الآن تبقي أم شرائتك إلى يعني نكتين لبين نشي وإذا كبرى يجي من مثلاً دكان مهس يا سرمايه قال دسمة سرمايه كمثلاً أو عندي وامه وام برجيري لإنه كأشي زكاتك باب بو ديني بحثكين ليرا كلنا أو كمثلاً بما يشافعي متمان أو مذاهب كاني تريش حتى أو الرأي تريش بقرين كبيجي مطرح بكري كبيجي أغا دين برجيري أكا وام برجيري ناكا مثلا كابرا يجي من أو مثلا دوكاني كي فروشقاي كي زنجيرين داني أغا مليار دي وام مهاور دوه قشتي وامه وام مليار دي آيا برجيري لزكاتكي أكا إما مسهبي شافعي كهر نايكا مسهبي غير شافعي تينا مسهبي غير شافعي كان نايكا لمسهبي غير شافعي كفرميان دين برجيري أكا أو دينيك لو صالة أشي بيداتو برجي أو اندي لبدركا علي بوي يعني او دينانيك لو صالة حسيبية كا مسا ام صالة شي مسا دي مليون تمام داتو او دي مليون حسيبية كا لسرمايكي بدري أكا انجا ما باقي زكاة دا حتى او قولي تريج نكا برا بيجي والله دي من مليار دي قرزاري بانكم يا مسا او اندو اندو قرزاري فلانا كسم كدلتي دي صالة شي بيدمو نا او نا شبزان او ايك وا دينيك حال بيتو لا او حول لو صالة دا ان بي او برقيري اكا لو مزاهب اكي تريجا ان يكا بلبر ما يستوبي مثلا مسألة حلبك كابريك تي مثلا لتو أبرسي أبرسي من صالك تان بوذكر كم نفر خري كسر وتكي خوي برسي كردوا أبيني مثلا أوانده وأوانده هس صالة مثلا ذكر كينو إني شكين كابرايك هاتوا بالرسي ماليكا أبيني مثلا 3 مليون تمن 3 مليون تمن مثلا بولي شي هس بولي نقد خب أم 3 مليون يا أم 3 مليون واجهة نقدي كحسيب وكاوية 3 مليون تمن بعد از اوه بولي إيران 3 مليون هز مثلا 1000 دولاري هز مثلا نازانم او انده يوروي هز انجا مثلا تلاي هز تلاي خوي هز مثلا تلاي كوشتي هز سنبيوسي بو خريد فرور مثلا 100 جرام تلاي هز خزانة كيسي مثلا 100 جرام تلاي هز تلاي جنكي حالي بوي انجا مثلا زميني هز بو خوي سنبيوسي مالي تيابكاتو انجا خانوي هز ماشيني هز مثلا انجا مثلا نازانم فروشگاي كي هز پرل وسائل اسا تقريكي زكاة حسيبا دولي لأي چاق بره خرزاري چا مثلا لو لا كان مثلا 7 مليون قرضار تو تي تا امي خندو تا ليرا بيش ليرا شي في دخيلك تبقي مثلا امام الشافعي الروسيه كي اگر سؤال كنت سؤالي كنت مذهبي مثلا احناف يا او موضوعك بحث الدينك يا بحث زكاه حليه تو بالروسيه كي انا لما سيد امام الشافعي قولي اصح واس زكاه حليه ناك فزو حسي ناك مثلا او ايوا زمين يشتي خويا سي مالي خويا سي ماشيني سي حشكه انا حسي ناك مثلا قرزك بدري ناك الا زكاتك لما سيد امام الشافعي وامثال ام موضوعاتانته بحال ان كيتو مسالك حلك انا فيجن ان اذا كبرت السؤال لا يوا في امام مصر ما مصر جامنا وندو وند السرمايه مسو او مس او مس او مس او مس ايش تشون زكاتي بم امل كتابي زكات اگر مساله اشتي كز بس مطرحي كان يسشتا ام باب دوا بين سؤالك يا مثلا برا يجي مثلا كابرايك 10 مليون 8 داق لا يكي 10 مليون كا ده صالما فيش بديتي ني داوسو زكاتك خوت ما تبقي وشيكا اجي سغرتيو الان ده صالما فيش دايسي اسي غريتو اسي 10 مليون كا اغريتو اشي زكات اغفرس كاين فولكان دازي بي زكاتي كي يسطو عدد بي زكاتي اجي ما بحثي تورم وتشتشي وتمام بحثي تورم موضوعك جديد كبحث كرياقه اكثر علماء افريقيا داخلتي انا قولي اصح او اسا مساله تورم دخيله كي لا ارزشي بولو اوانه دا خب مساله تورم دخيله كي اسا خو ام كابرا الان لامروها مسا او اند بولي قرتو 10 مليون حد مليوني ام 10 مليوني كوت داسي لما زكاتك هذا لما نقبجي 10 مليون او كاتا وندبو نولد اسيا
مثلا تو بيجي اغا ده مليوني ده صار لما فيش صد عيسى اكا دي كابلا نوغل ده سي عيسى كاكبت ده سي هر دي هز اقد ده كي عيسى ده كي عيسى زكاتي هي زكاتي ده نيسي نايدا تو دي زكاتي ده صالك حسي وكا زكاتي ده صالك حسي وكا اگر تماشا چون تماشا دقت کن 10 میلیون تومانی هست لسالی ایسه 97 هجری شمسیه لسالی 87 10 میلیون تومانی داگه لسالی 87 زکاتی کوتوه زکاتی سال حسیبه که خب سالی 88 زکاتی بو حسیبه که سالی 89 زکاتی بو حسیبه که مثلا چی سالی 93 10 میلیون تومان نصاب نیه حسیبی نکه آوا اویک واز زکات بو حسیبه که ما وقت گرتی هلو 10 میلیون تومان زکاتی داگه اینی کدوه أمل لباري موضوع سؤال تانية مثلا أو مسألة هر كابلات دس الله ما فيش دمليون كي داقي إما قولي أو قروة لزانا معاصرانا بقري كوتن شو قولي أصحى من تحقيقهم لسر كدوه كابلات تورمي تياب الرسيكا تيجا لقيا من دس الله ما فيش دمليون مداقة بتو دمليون أو كاتا مثلا صل مليون بوه أو عندك رمت لاي كده بيريسة تبقي وحسيبك لنا مشكلة هنا تبقي وفيبا تبقي أو يجب بيدا دس الله كتبقي وحسيبك حالي مثلا تيسا يجا الآن أغاقيان ده مليون يوكات الصلب وبير الصلب بير الصلب كي ده صال حسي وكا أغانا حرق ركي بوبا وكيتر حسي وكا أو الرياكة بوكا عرزم كردن إيش حاليبوي أما بابي كتابي زكاة إن شاء الله دواي هات بحال مطالبي مقسترداز كتاب الزكاة شاعت زورشتي لقلم كوتوها زورشتي لبيان نكراوه إن شاء الله ك بحال عمي شكر ذكر كرا بركتي تيب كويتو توضيحاتي بك فايدي بي بو يو بو كسانيكيش إن شاء الله استماع يندر ساناكن بهر حال أما الكتابي زكاة بعدين إن شاء الله أخواتي وكفمان بأشي مثل بابي سيارة أخذ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.